السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن طفل جاي بيشتكي وبيقول في وجع شديد في العين. طيب خدنا الهيستوري او التاريخ المرضي من المريض ده، قال ان هو اتخبط في عين. طيب عملت ايه؟ مخبوط في عين بقالي 3 ايام. عملت ايه في خلال ال3 ايام دول؟ رحت كشفت. طب وريني. شفت الروجيتا، لقيتها مكتوب فيها علاج ممتاز جدا، عبارة عن مضاد حيوي وقطرة حاجة اسمها موسعة لحدقة العين، وقطرة تانية بديل دموع ممتازة جدا، ومضاد حيوي آخر عبارة عن مرهم. العلاج ممتاز جدا، والدكتور طبيب المعالج كاتب تشخيص وراسم إن كان فيه قرحة وكاتب الحجم بتاعها، لكن المريض أهمل ده كله وقام راح الصيدلية جاب قطرة. القطرة دي عبارة عن مضاد حيوي وكورتيزون. طبعا القطرة دي بتستخدم في أمراض معينة وتحت إشراف الطبيب. هو راح جاب القطرة اللي فيها مضاد حيوي وكورتيزون وقعد يستخدمها. طبعا مفيش أي تحسن بعد ال3 أيام دول، وحصل له مشكلة في القرنية. هي مش مشكلة يعني، إن شاء الله المشكلة تتحل، لكن ليه تستخدم قطرة مش تحت إشراف طبيب؟ أنت رحت للدكتور والدكتور كتب لك علاج مناسب جدا. فليه تتجنب كل القطرات ديت وتستخدم قطرة سواء الصيدلي أو مساعد الصيدلي كتبها؟ الصيدلي أو مساعد الصيدلي مش هيقدر يفحص عينك، مش هيقدر يشوف إيه المشكلة اللي في عينك، مش هيقدر يقيم هل القرحة اللي موجودة في العين ديت بسبب الخبطة ولا بكتيرية ولا فيروسية ولا فطرية ولا إيه سببها بالظبط، مش هيقدر يقيم حاجة زي كده. فأنت تتجنب كل العلاج اللي الدكتور كتبه وتروح تاخد القطرة اللي الصيدلي إداها لك، أو ممكن كمان تكون الصيدلي مش الصيدلي اللي إداها لك، ممكن يكون موجودة في التلاجة واستخدمتها. في حاجة اسمها كده؟ مينفعش. مينفعش نستخدم أي قطرات من دماغنا. القطرة الوحيدة اللي ممكن تقدر تستخدمها هي المرطب للعين. يعني لو أنت اضطررت يعني إن أنت تستخدم قطرة سريعة كده وعايز حاجة سريعة، تستخدم قطرة مرطب للعين لحد ما تشوف أي دكتور يبص على عينك ويطمنك ويتأكد من التشخيص. ساعات دكاترة العيون كمان ما بيبقوش متأكدين من التشخيص 100%، يعني إحنا بنبص على العين بنشك في مرض معين. بنقول لك مثلا تعالى متابعة بعد 3 أيام علشان نتأكد هل المرض ماشي في المسار ده ولا في المسار ده. فمش الموضوع مش فهلوة، الموضوع مش فهلوة. يعني الحمد لله الطفل ده اتلحق، الحمد لله. طب لو القرحة دي كانت فيروسية، لو القرحة دي كانت فيروسية، كانت القرحة اللي هي الفيروسية الصغيرة اللي ممكن تتعالج بقطرة بسيطة إن شاء الله بتروح وبتخف، يحصل لها مشكلة في القرنية كبيرة ويحصل عتمة في القرنية ما تتحلش. العتمة في القرنية ما بيبقاش لها حلول غير لا قدر الله ترقيع القرنية، ويعني مشاكلها كبيرة جدا. ممكن طفل زي ده يحصل له كسل في العين بسبب القرحة دي، مشاكل يخش في مشاكل ودوامة لا تنتهي. ليه؟ كل ده عشان أهملت العلاج اللي الطبيب اداهولك، أو أهملت تروح العيادة، أو أهملت تروح تكشف. ما ينفعش. يبقى إحنا اتخبطنا في عينينا، في وجع في عينينا، في احمرار في عينينا، أي مشكلة في العين، أي مشكلة في العين، روح لأقرب دكتور، روح لأقرب مستشفى، مفيش مشكلة. إنما تستخدم قطرة مش عارف إيه مكوناتها، ولا اللي واقف في الصيدلية عارف إنت عندك إيه، ويديك قطرة بناءً على كده، ما ينفعش، ده ممنوع تماماً. أنا يعني هحاول أنزل صورة الطفل اللي حصل له المشكلة ديت في الكومنتات. ويا ريت لو في حد عنده سؤال يقدر يبعته لنا في الكومنتات أو في الرسائل الخاصة على الجروب بتاع العيادة أو على صفحة العيادة وعلى قناة اليوتيوب برضو. إحنا بنرد على كل الأسئلة. فيا ريت ما نستخدمش قطرات من دماغنا، اللهم إلا القطرة المرطبة للعين، والله مسموح إن إحنا نستخدمها، مفيش فيها مشكلة. كده كده هي بديل دموع، كده كده هي زي الدموع، مفيش منها مشكلة. بس لو في مشكلة توجه لأقرب مستشفى، توجه لأقرب دكتور، خليه يديك العلاج المناسب والصحيح واتبع تعليماته. شفاكم الله وعافاكم من كل مكروه ومسوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.